السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زملائي الأعزاء الكرام في كلية العلوم وفي باقي كليات جامعة الكوفة، أنا محدثكم دكتور بسام كريم خضير، أحد تدريسي كلية العلوم قسم التحليلات المرضية. وإن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع أعتقد أنه موضوع مهم ينفع الجميع، وهو كيفية الاستمرار باستخدام وسائل التعليم الإلكتروني من أجل التواصل مع الطلبة. في الحقيقة موديل جامعة الكوفة من المنصات المهمة جدا ومن المنصات المفيدة في إيصال المحاضرات الإلكترونية وكذلك إجراء الامتحانات الإلكترونية، سواء كانت الكويزات أو سواء كان من نوع assignment أو تقارير معينة أو إلى آخره. ولكن هناك أكو طرق بديلة أخرى يمكن الاستعاضة عنها في إجراء مثلا الامتحانات الإلكترونية، وأعتقد أنه من المفيد أنه شخص ما من عندنا يقوم بإجراء شرح معين لتلك المواقع في حال لا سمح الله تعرض موديل الجامعة إلى خلل ما بسبب الضغط الهائل وبسبب أعتقد الاستعدادات التي جاءت على فجأة. أعتقد أنه من المفيد أنه نتعلم طرق أخرى بديلة تساعدنا في مسألة الامتحانات الإلكترونية، خصوصا وأنه جاءنا تعميم من مركز ابن سينا يقول أنه الامتحانات من الأفضل أنه أن تقام مثلا في فترة الصباح، لأنه هناك لود على السيرفرات حسب ما فهمت من الإيميل. بالتالي أعتقد أنه الحاجة إلى طرق بديلة أخرى تحسبا لا سمح الله إذا شيء ما حدث في الأيام القادمة، وخصوصا ونحن على أعتاب الكورس الثاني المتابع لأزمة كورونا، لأزمة هذا الفيروس. يستطيع أن يتنبأ ببساطة أن هذه الأزمة إن شاء الله لا تطول، ولكن الأوضاع تنبئ على أنه الأمور ستؤول إلى استمرار هذا الوضع. والسبب في ذلك هو أنه هذا الفيروس لحد الآن لم يوجد له علاج، والأعداد في تزايد، وتفشي هذه الأزمة بدأت تنتشر من دولة إلى دولة أخرى. لذلك أنا فكرت أنه لابد أنه نحاول أنه نخلق فد بيئة إلكترونية رديفة على الأقل لإجراء الكويزات وبطريقة سهلة ويسيرة، سواء كانت على الطالب أو كانت على الأستاذ. واليوم إن شاء الله تعالى راح أتطرق بهذه المسألة لكيفية إجراء الامتحان الإلكتروني باستخدام منصة غير منصة المودل الجامعة، وهي استخدام منصة السيرفي أو استخدام منصة جوجل الفورم اللي هو أيضا نوع من أنواع السيرفي، وإن شاء الله تعالى راح أتطرق بها لكيفية إجراء هذا الامتحان إلكترونيا عن طريق هذه المنصتين. الأولى ندخل إن شاء الله تعالى على السيرفي كرييتر. سيرفي كرييتر، فقط نكتب بس الجوجل سيرفي كرييتر أو إي سيرفي كرييتر أو إي زي سيرفي بولدر، اللي هو هذا يا إي سيرفي كرييتر دوت كوم. مجرد إنه أضغط عليه هذا الموقع، هذا راح يوفر لي فد منصة معينة لإجراء الامتحان الإلكتروني. في الحقيقة هو هذا الموقع هو غير معد للامتحانات، ولكن يمكن استخدامه لغرض الامتحانات. يعني هو هذا بشكل عام معد للسيرفي، نسوي سيرفي وندزه لمجموعة، ولكن أنا لاحظت أنه بالحقيقة أنه نقدر إحنا نستخدم هذه المنصة لغرض إجراء الامتحانات الإلكترونية. الآن دخلنا على الموقع اللي هو الإي سيرفي كرييتر. زين، كل اللي يطلب من عندنا هو الآن هو أنه register، نسوي registration، فregister for free. طبعا لكونه أني مسوي يعني موقع فدخل مباشرة، الآن ندخل على register for free. هذه هي الصفحة، مجرد أنه ضغط على register for free نقلني إلى هذه الواجهة. الواجهة عندي هنا sign up، مجرد أنه أكتب الاسم والمعلومات، على سبيل المثال أكتب اسمي بسام، الإيميل أدرس على سبيل المثال اكتب ايميلي pkqdhar@
gmail.com واختار باسورد معين، وبعدين اعطي ساين اب. لكونه انا مسوي ايميل اوريدي، فش قال لي؟ قال انه the email address bkk is already registered. سو بالتالي يعني كونه انا مسوي ايميل سابقا، فقال يا بهاي المعلومه هذا الايميل مالتك موجود، فبالتالي اذا انت ما مسوي اكونت راح يطلع لك تكمل المعلومه. مجرد تسوي ساين اب راح يجيك رساله عن طريق الايميل، تدخل عن طريق الايميل وتسوي له اكتيفيشن. بالتالي اذا اريد نسوي ساين ان، ندخل على الساين ان. على سبيل المثال انا عندي حساب اخر اللي هو الايرون 003@gmail، تكتب هنا الايميل مالتك وتكتب الباسورد. الآن أنا سابقا مسوي دورات، كنت أسوي دورات مع على سبيل المثال أحد الدورات العلمية معلومات مشتركي دورة الديجيتال ريسيرش تور إلى آخره. فأول ما ندخل على الموقع بمجرد ما سوينا ساين إن راح يطلع لي هذه الصفحة. هذه الصفحة سابقا أنا مسوي سيرفي، فالمعلومات مالتها موجودة هنا. طيب أنا أريد أسوي سيرفي جديد، يعني عادة أنت لما تسوي حساب ما راح تلقى هذه الأمور، ما راح تلقى السيرفيات السابقه لانه انت ما داخل عليها مسبقا. فمجرد انه تعطي create new survey معناه انه خلق سيرفي جديد، تطلع الان اللي يطلبه من عندك انه survey title ورساله ترحيب. على سبيل المثال انا راح اسوي في التايتل معين، اقول مثلا اجراء او عفوا تجربه اجراء امتحان الكتروني باستخدام منصة تختلف عن منصة المودم الجامعة. وهنا راح احط فد رسالة ترحيب. طبعا تقدر تسوي اسئلة، مثلا على سبيل المثال تكتب هنا بهذا العنوان اسئلة او مثلا كويز المحاضرة الاولى على سبيل المثال سلاش، تخلي مثلا اسم المادة اللي تخليها، مثلا انا ادرس مادة التقانة الإحيائية، أكتب كويز المحاضرة الأولى سلاش التقانة الإحيائية سلاش المرحلة الرابعة مثلا الدراسة الصباحية إلى آخره. وهنا تكتب رسالة ترحيب زين، أو رسالة معلومات معينة أو تعليمات اللي تعطيها للطالب. على سبيل المثال تقدر تكتب إنه يابا يجب على الطالب إجابة مثلا جميع الأسئلة، أو مثلا أجب عن 5 أسئلة فقط وتعطيه مثلا 6 أسئلة، أو مثلا تكتب له إنه كل سؤال كذا عليه درجة. فبالتالي تقدر تكتب هنا رسالة ترحيب. لكونه أنا الآن استدعى أسوي في التجربة معينة، تجربة إجراء امتحان إلكتروني باستخدام منصة تختلف عن منصة المودم، فراح أكتب رسالة ترحيبية. أكتب هذه التجربة عدت من قبل التدريسي دكتور بسام كريم خضير، الغرض منها تعريف كادر الجامعة عن نوع الأسئلة التي يستطيع موقع سيرفي كرييتر او هذا او موقع الاستطلاع هذا توفيرها للتدريسي. على سبيل المثال هذه فد رسالة ترحيب معينة، واعطي كونتينيو. بعد ما اعطي كونتينيو راح يعطيني الان هذه الصفحات. الان عندي انا هذه البيج 1، يعني اول ما راح يفتح المتصفح الطالب او الشخص المعين اللي راح ارسل له انا اللينك مالت الامتحان زين، راح مجرد راح يطلع له الان، راح تشوفون راح يطلع له العنوان وراح يطلع له بالبيج 1 يعني بالصفحه الاولى هذه الرساله الترحيبيه. بعد ذلك الان ننتقل الى مثلا على سبيل المثال صفحه ثانيه، اريد انتقل الى صفحه ثانيه، فأعطي blank page اللي هو يعني صفحة خالية، أعطي add elements إضافة عنصر ما، راح يطلع لي هنا أنواع الأسئلة اللي أريدها. هل أريد مثلا أسئلة yes and no؟ لو أريد open question يعني أعطي مثلا سؤال ويشرح لي أو يعرف لي، أو مثلا أعطي closed question اللي هو خيارات أعطي معين أو ranking أو table، راح نجي عليها واحدة واحدة. طبعا اذا اجينا اذا انتقلنا للصفحه ادنى راح يعطيني مثال على كل نوع، يعني على سبيل المثال عندي الان هنا سؤال يس اند نو راح يطلع لي بهذا الشكل. هو طبعا معطيني مثال
Did you get a pay rise last year? هل حصلت على علاوة في راتبك مثلا السنة الماضية؟ Yes and no. فبالتالي تقدر تعطي مثلا أسئلة yes and no أو تقدر تعطي أسئلة false and true اللي هو الصح والغلط. بالنسبة للopen question اللي هو تعطيه السؤال وأكو حقل يكتب بيه على سبيل المثال، تقدر مثلا تعطيه هيك نوع من الأسئلة اللي هو يكون فراغ في نصف الأسئلة، تقدر تعطيه مثلا شرح فبالتالي تكبر له مجرد تكبر له البوكس ويقدر يخلي لنا unlimited words، أو تعطيه مثلا على سبيل المثال فراغات معينة بهذا الشكل أو إلى آخره. فراح نجي هسه واحدة واحدة. على سبيل المثال الآن أنا أريد أعطيه مثلا أسئلة من نوع open question، مجرد انه ضغطت على الاوبن كويستشن طلعت لي هذه الان الصفحه اللي هي امامي. هنا انا اجي اكتب الكويستشن اللي اريده، مثلا على سبيل المثال سؤال اول او السؤال الاول. مجرد كتبت السؤال الاول راح يطلع لي اياه هنا. هذا طبعا هذا النموذج هنا راح يبين لي شلون يطلع للطالب او للاستاذ او حسب يعني الفورمه اللي انت دازها، شلون راح يطلع مثلا للطالب السؤال. مثلا السؤال الاول، السؤال الاول على سبيل المثال خل اقول انه انا مسوي هاي الاسئله زين، اريد ادزها مجموعه اساتذه زين على مود انه يكون عندي مثلا فد استطلاع معين اللي هو قد يكون ايضا قد يكون اسئله مثل ما قلنا للطالب تقدر توجهها يعني اسئله للمقررات. فعلى سبيل المثال السؤال الاول خلي نتكلم بهذا النموذج على النشر، باعتبار انه اغلب التدريسيين هم باحثين وتركيزهم الاول والاخير على نشر الابحاث. فالسؤال الاول اقول مثلا على سبيل المثال نوع من انواع السؤال، على سبيل المثال أقول اذكر أهم منصة يستخدمها الباحث في جامعات العراق للتحري عن رانكات أو للتحري عن معلومات المجلات العلمية لغرض النشر. طبعا اكيد الجواب الصحيح هو سكوبس. اغلب الباحثين هم يدخلون على منصة سكوبس زين ويبحثون عن المجلات لغرض العفو النشر زين. هنا عندي individual note هذا الحقل. هذا الحقل مثلا اذا تريد تضيف فد ملاحظة معينة، مثلا تريد تضيف للطالب تقول له يابا مثلا هذا السؤال عليه 5 درجات زين على سبيل المثال، فبالتالي تقدر تكتب هنا individual note. والحلو انه راح يعطيك راح يعطيك هامش، راح يعطيك هامش هنا نفسه. خلينا نكتب ونشوف. مثلا على سبيل المثال مثلا اريد اقول للباحث اذكر مثال واحد فقط، مثال واحد فقط. في حال لو مثلا عندنا اسئله مثلا نقدر نقول انه درجه هذا السؤال مثلا خمس درجات فرض زين، او تعطي هامش للطالب. فبالتالي هنا اذكر مثال واحد فقط طلعت بهذا الشكل زين. طيب الان عندي انا هذا الحقل يقدر يكتب به كلمات، اريد اكبر هذا الحقل اقدر اسوي مثلا على سبيل المثال اعطي 1000 بكس او 500 بكس. فلما اعطيته 500 بكس شوفوا السؤال عفوا شوفوا الحقل الان زاد، مجرد انه هنا انا كبرت حجم الحقل اللي يكتب به الطالب وهكذا. هنا عندي ريستركشن، ما اعتقد هذا شيء مهم لانه هنا يقول لك حدد نوع الادخال، مثلا تريد ارقام، تريد حروف الى اخره. هل تريد هذا السؤال اجبار الطالب يجاوبه بحيث اذا ما جاوبه ما يقدر ينتقل للسؤال الثاني، لازم يجاوبه حتى لو اجابه عشوائيه. لو لا ما تريد سؤال عشوائي، يعني طالب قد مثلا يترك هذا السؤال. فاذا اريد الاجابه تكون لابد انه يكون هذا الطالب يجاوب هذا السؤال، نقول له is this mandatory question، هل هذا السؤال اجباري؟ فتعطيه اما يس يا اما نو. بالنسبه لنا راح نعطيه نو، راح نعطيه سيف تشينج. طلع عندنا السؤال الاول هنا. طيب بعض الاحيان انا اريد اخلي كل سؤال اخليه بصفحه. مثلا على سبيل المثال الان عندي هذا السؤال، خلينا نعتبر هذا السؤال فراغات. فاقدر مثلا هنا اسوي السؤال الاول مثلا كله فراغات. على سبيل المثال اعطي اد element وراح اعطيه في مقطع ثاني مثلا سؤال ثاني، فراح يطلع لي هنا ايضا. مثلا على سبيل المثال هم راح اعطيه open question، راح
اختار هذا النوع من الأسئلة وأكتب مثلا اذكر مثال واحد لمنصة يمكن من خلالها التعرف على صنف المجلة مثلا، صنف المجلة التي يرغب النشر فيها. أذكر مثال واحد، وهنا طبعا نكتب مثلا مثال مثلا، فبالتالي طلع طبعا هنا السؤال بالإنديفيجوال نوت. أقدر أضيف مثلا فد ملحوظة أقول يقصد بالصنف هي التصانيف Q1 Q1 Q2 Q3 وأخيرا and Q4. فيطلع لي هنا هامش، وبالتالي هذا طبعا هنا همات أقدر أكبر اللي هو موقع الـ SJR مثلا على سبيل المثال، فبالتالي أيضا كبرت، وأيضا أعطي أقول له إنه هذا السؤال ممكن mandatory question وأتركه مفتوح، أعطي create question، صار عندي سؤالين بنفس الصفحة اللي هو مثلا سؤالات أسئلة فراغات. طيب أريد أضيف سؤال ثاني مثلا اللي هو اختيار من بين الأقواس أو اختيار من متعدد، أقدر أضيفه بنفس الصفحة وأقدر لا أخلي الطالب ينتقل إلى صفحة ثانية. مجرد أقول له add page، الآن ثاني صفحة ثانية، إيش صار عندي؟ أضافت لي صفحة جديدة blank page. الآن عندي هنا أنا أسئلة السؤال الأول والسؤال الثاني، عفوا السؤال الأول هو عبارة عن فراغات فرعين بي، السؤال الثاني على سبيل المثال أريد أختار من متعدد، فأعطي add element وأروح على أنواع الأسئلة اللي هنا عندي، هل أريد مثلا شريح، هل أريد مثلا اختيار، اللي هو هذا سؤال مثلا من متعدد، اللي هو اختيار من بين الأقواس. على سبيل المثال أعطي فد سؤال معين، إحنا هنا أخذنا مثال عن المجلات، خلينا نستمر بعد المثال، مثلا السؤال الثاني أكتبه. السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة مثلا، على سبيل المثال اختر الإجابة الصحيحة وأعطي رقم واحد مثلا على سبيل المثال، أقول مثلا أعلى مجلة في تصانيف أو أعلى مجلة علمية يمكن الباحث على سبيل المثال أيهما أعلى مجلة علمية من حيث السايت سكور. السؤال هذا هنا مثلا أقول له الإجابة مثلا الاختيار الصحيح، أو مثلا أكتب له مثلا على سبيل المثال ملحوظة معينة إذا أريد أكتب، خلينا نقول مثلا المجلات أدنى هي في مجال علوم الحياة، وأعطي هنا الخيارات. بس الآن طلع لي السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة النقطة الأولى، أيهما أعلى مجلة علمية من حيث السايت سكور، والهامش اللي أنا كتبت له اللي نقدر نغيره أي نوع من أنواع الخيارات اللي أنت تريد تضيفها أو الكلام اللي تريد تخليه. مجلات أدنى هي مجلة علوم الحياة، طبعا هنا أنا عندي الخيارات، هذه خيارات هو خليها، مجرد أنه أبدي أكتب هنا راح تختفي. على سبيل المثال أكتب Nature
مجلة النيتشر. أعطي إنتر راح يطلع لي الخيار الثاني أقدر أضيفه، مثلا على سبيل المثال مجلة يسموها جين، مثلا المجلة الثانية اسمها Molecular Biology Reports. مثلا مجلة أخرى على سبيل المثال بايو كيميكال جينيتكس، مثلا مجلة أخرى على سبيل المثال اللي هي مثلا على سبيل المثال لنج كانسر وهكذا. فبالتالي هنا طلعت لي الخيارات كلها ويستطيع الشخص انه يختار. همات مره ثانيه اختار، هل تريد السؤال اجباري؟ هل تريد السؤال غير اجباري؟ نعطي سؤال غير اجباري حتى يقدر مثلا اذا ما يريد يجاوبه اذا ما يعرفه. زين فنعطي كريت كويستشن. الان طلع لي السؤال الثاني بهذه الكيفيه، اعطي اد المنت مثلا اريد اضيف نقطه ثانيه. ارجع مره ثانيه اختار نوع السؤال اللي هو اختيارات. هناك كانت نقطة واحدة، هنا رقم اثنين، مثلا راح نكتب الفرع الثاني مثلا على سبيل المثال اثنين. فد سؤال معين آخر نختار مثلا على سبيل المثال مثلا أهم المجلات أو على سبيل المثال نختار مثلا واحدة من هذه المجلات ليست ذات سمعة رصينة مقارنة أو بالمقارنة مع الخيارات الأخرى. ثم نعرف انه مجلة النيتشر هي واحدة من المجلات المشهورة جدا، فراح اخلي الخيارات نيتشر نيتشر ساينس، واحدة ايضا من المجلات العالمية المشهورة جدا، نيتشر ساينس وسيل ايضا واحدة من المجلات جدا المشهورة. طبعا هذه المجلات ايضا في المجلات ادنى المجلات أدنى مجرد ملحوظة للشخص اللي راح أوجه له هذه الأسئلة. المجلات أدنى هي في اختصاص علوم الحياة. طبعا هذه المجلات الثلاثة هي مجلات جدا مشهورة ومجلات جدا راقية، ودور النشر مالتها يا أما نيتشر يا أما سبرينجر نيتشر يا أما دور نشر خاصة بها، ولكن مو مقارنة مثلا على سبيل المثال بمجلة تسمى ميتاجين، على الرغم من أنها هي مجلة أيضا مشهورة ولكن ليست برصانة الثلاثة الأولى. فواحدة من هذه المجلات ليست ذات سمعة رصينة بالمقارنة مع الخيارات الأخرى، أكيد هي ميتاجين طبعا. راح أعطي همات السؤال غير إجباري وأعطي create question وهكذا. الآن تعلمنا أنه شلون نضيف، طبعا هذه الآن عفوا هذه الآن في صفحة واحدة صار عندي السؤال الأول السؤال الثاني صار بين نقطتين. أريد أضيف سؤال ثالث من نوع آخر، سهنا اخترنا نوعين من الأسئلة، السؤال الأول هو فراغات، السؤال الثاني مثلا على سبيل المثال اختيار من متعدد. السؤال الثالث مثلا أقدر أضيف مثلا صفحة أخرى وأختار نوع سؤال ثالث، فهنا ضفت add page وبعدين طلعت لي blank page، أختار add elements وأختار نوع السؤال اللي أريد أضيفه. على سبيل المثال مثلا اريد اجيب مثلا سؤال تعريف، مثلا اجيب سؤال تعريف اقول مثلا عرف التالي، عرف التالي مثلا على سبيل المثال نختار، طبعا هنا راح نطول الكولومات عفوا الروز اللي هو text box width العرض مالته،
مجرد ما طولتها صار الآن طويل بحيث يستوعب الخيارات. ونجي نعطي مثلا مجموعة تعليق على سبيل المثال سكوبس، يعني لو احنا مثالنا هو على النشر مثلا SJR تعريفا، مثلا دور النشر أو على سبيل المثال السبير. anyway وهكذا سكوبس SJR السبير إلى آخره. فبالتالي هنا صارت عندي حقول، يستطيع انه الطالب مثلا يكتب لي التعريف الى اخره. واعطيه ايضا سؤال يا اما تريده اجباري يا اما سؤال غير اجباري. اذا اعطيته اجباري طبعا راح تطلع لي علامه نجمه. عرف التالي مثلا هنا انا اريد اقول له مثلا اختر اثنان فقط، مثلا اختر اثنان فقط. فهنا عندي ثلاثه، اعطيته ملاحظه انه اختار اثنين فقط، وبعدين اعطي create question فصار عندي ايضا سؤال نوع اخر اللي هو تعريف. طيب انا كتبت هنا اعرف التالي وما كتبت قبلها سؤال، اريد اسوي له تعديل، مجرد انه اضغط على edit elements وراح يرجعني مثلا السؤال الثالث. السؤال الثالث عرف التالي زين، واعطيه save. طلع لي الآن السؤال الأول، السؤال الثاني، هذا هنا عندي، وهذا السؤال الثالث. طيب أريد أضيف سؤال آخر، هما أعطي add page مثلا، أضيف صفحة أخرى، أي blank page صفحة فارغة، add elements زين، وأختار أيضا سؤال آخر. طبعا تقدر حتى ترفع صورة زين، ترفع صورة مثلا وتخلي لي عليها تأشيرات وتقول له مثلا شنو هاي التأشيرات اللي موجودة في الصورة من خلال هذا الخيار. هنا أنا مثلا أقدر أعطي هذا السؤال، هنا أنا يقدر يشرح لي مثلا على سبيل المثال، نعطي هذا السؤال مثلا اشرح أحد الخيارين. أو مثلا نكتب السؤال الرابع اشرح أحد الخيارين. فأعطي الخيار الأول مثلا على سبيل المثال آلية النشر، مثلا هذا سؤال آلية النشر في المجلات العالمية. ومثلا اختيار الثاني مثلا آلية النشر في المجلات المحلية مثلا. وهنا individual note مجرد اكتب له فد ملاحظه، مثلا اقول له مثلا اكتب 500 كلمه، مثلا 500 كلمه اكتب لي. وتقدر همات ان انا طبعا اتعرضت صغره هذا الفيلد الى اخره. اعطي create question. فالان صار عندي اختيار متعدد، صار عندي ايضا هنا عندي اختيارات، اختيار طبعا اقدر اسوي هذا ترو فولس، يعني مجرد اكتب ترو اند فولس. وهنا عندي فراغات، هنا عندي تعاريف، هنا عندي شرح مثلا، مثل ما قلنا انه تقدر تضيف فيجر معين، وهذا الفيجر المعين تخلي عليه تاشيرات وتقول له زين. خلي نستطرق باقي انواع الاسئله. اد اليمنتس ها طبعا هذا هنا السؤال هو سؤال تقدر تضيف به خيار انه همات اختيار همات فراغ. يعني على سبيل المثال هنا نقول مثلا السؤال الخامس حدد الاجابه الصحيحه مثلا. هذا النوع من السؤال هو جميل، ليش جميل؟ لانه راح تعطيه خيارات وتعطيه فراغ زين. يعني شلون مثلا على سبيل المثال مثلا سؤالنا اللي نريد نضيفه احنا هنا نقول كم هي التكلفة التي يستطيع الباحث العراقي تحملها من أجل نشر بحثه العلمي على سبيل المثال؟ وأجي أحدد مثلا على سبيل المثال less than 100 دولار
اقل من $100، هذا الخيار الاول. او مثلا اكتب له $150 او مثلا $200 او مثلا $300، او على سبيل المثال اترك له فراغ، اترك له فراغ، فبالتالي يقدر هو يا اما يختار لي منه يا اما لا يكتب لي هو الخيار مالته. فبالتالي تقدر تجيب فد نوع من انواع الاسئله اللي هي تكون نوعا ما تركي، بحيث انه تترك الخيار للطالب يا اما يختار يا اما يختار يا اما يكتب هو الفراغ الاجابه الصحيحه. وتعطي بالنهايه ايضا عندك yes and no، تعطي great question، وصار عندك question اخر. طيب خلينا نطلق على باقي الاسئله ونشوف ايضا. اما add page راح طلع لي blank page، add elements عندك هذا نوع أسئلة، هذا نوع أسئلة، عندك هذا التكت يخلي عليه أيضا خيارات، يعني مو فد شيء. هنا من قائمة منسدلة يقدر يختار، زين. هنا أنا ماتريكس مثلا على سبيل المثال تخلي له اختيارات هنا وتخلي له اختيارات منا ويحدد لك الإجابات الصحيحة، يعني عمودين. هذا ماتريكس بشكل أكثر تعقيدا، هذا ماتريكس آخر، وهكذا. طبعا هنا تقدر تخلي له بار فد معين اذا تريد تضيف له، هنا تقدر تضيف صوره مثلا على سبيل المثال وهو يسوي لها ابلود. هنا مثلا اذا تريد نوع من الاسايمنت مثلا يرسل لك اسايمنت بي دي اف او وورد او ايمج، تقدر تضيف فد حقل معين من هنا تضغط عليه وتقول له يا مثلا ارفع لي مثلا الاسايمنت مالتك اللي انت سويت لي. طيب الان بعد انا ما كملت اريد اشوف السيرفي مالتي، خلي نضيف ايضا في سؤال معين راندملي مثلا هذا السؤال، ونقول له مثلا create question او تجربة امتحان الكتروني، نضيف سؤال اخر او خلينا نرجع ل all survey. جيد، بس احنا مجرد انه هو هذا الاختبار اللي سويناه هو تجربة امتحان الكتروني. الآن أريد أشوف هذا الامتحان اللي أنا سويته قبل ما أدزه للطلاب أو قبل ما أدزه لهذا، فمجرد أنه أضغط على Open Preview راح تطلع لي الآن شلون الطالب أو الأستاذ أو المن وجهت هذا السيرفي أو هذه الأسئلة شلون راح تطلع لهم. فراح يطلع بالصفحة الأولى تجربة إجراء امتحان إلكتروني باستخدام منصة تختلف عن منصة مودل الجامعة، هذه التجربة عدت، هذه مثل ما قلت لكم عنوان الأسئلة وكذلك الرسالة التعريفية، أعطي next، الطالب راح يعطي next، راح يطلع للأسئلة. السؤال الأول اذكر أهم منصة يستخدمها، اذكر مثال واحد، يقدر الطالب هنا يجاوب على سبيل المثال خلينا نكتب سكوبس، زين. هنا أنا مثلا خلينا نكتب SJR، مثال SJR ويب سايت، أعطي next، هذا الطالب راح يجاوب طبعا. هنا اختيارات مثلا، شوف هنا اختيارات مثلا عندك فرع أول، فرع ثاني، مجلات أدناه هي في مجال علوم الحياة أيهما أعلى مجلة، مثلا اختار نيتشر الطالب أو التدريسي، اختيار هنا ميتا جين، أعطي next. هنا مثلا التعريف يذكر الطالب أي تعريف، مثلا على سبيل المثال it is a platform used for journal publication أو for choosing a journal for publication for publications مثلا على سبيل المثال، هي عبارة عن منصة لاختيار المجلات من أجل النشر العلمي وهكذا. مثلا راح يعطي next، مثلا هنا اكتب 500 آلية النشر، يكتب لي مثلا أي شيء يريده مثلا الطالب، بعدين راح يعطيني next، طلع لي هنا خيار مثلا يكتب لي هنا خيار على سبيل المثال more than $300 مثلا، آخر شيء يقول لي done، مجرد يقول لي done رأسا تسلمت لي الأسئلة، راح يطلع لي thank you for your participation، وراح تجيني المعلومات على الموقع مالتي. طبعا احنا الان فتحنا على شكل open preview، اذا اريد الان بعد ما يعني شفت الاسئله مالتي ما بها اي مشاكل، زين،
اذا طلع عندي مثلا خطا املائي ارجع مره ثانيه اقول له edit page زين او edit element، لان edit element مثلا زين اريد احذف سؤال اقول له مثلا delete element يحذف لي هذا الان او delete page او الاخر زين. اعتقد فد شيء جدا مناسب ومفيد حقيقه احنا استخدمناه بقسم علوم الحياه قسم علوم قسم التحليلات المرضيه لغرض ملء البيانات، بدال ما على سبيل المثال نخلينا مثلا حاسبه بالقسم ومثلا رئيس القسم يطلب من عندنا او اللجان مثلا انه املوا معلوماتكم ساعه الساعه، حقيقه فد شيء مزعج لانه قد يكون عندك التزامات، قد يكون عندك محاضره، قد يكون عندك وقت مثلا تريد تقرا بحث الى اخره، الحاسبه مثلا يصير عليها ازدحام، ملء المعلومات كثيره جدا بعض الاحيان، فبالتالي ما تصلح هذه المساله، ما تفيد. اضف الى ذلك انه لما اني يطلب من عندي مثلا شخص معين ملء استماره مطلوبه من كل اعضاء الهيئه التدريسيه على سبيل المثال، لما كل شخص يدز المعلومات سواء كان عن طريق الايميل او الفايبر اكو عندنا مشكله راح تصير انه يكون دخل هاي البيانات على مثلا اكسس، بينما هذا السيرفي هسه راح نشوف شلون النتيجه راح تطلع مرتبه وحلوه. طيب لما خلصت واريد ادزه مجرد اقول له ستارت سيرفي شو راح يطلع لي؟ يطلع لي هذا اللينك، هذا اللينك بس اسوي له كوبي وادزه لمن اريد ادزه مثلا اي شخص، سواء ادزه بالفايبر، ادزه بالواتساب، ادزه بالموديل، مجرد لينك، مجرد هذا اللينك تدخل عليه بس راح يطلع لك اللينك. بعد ما كمل الشخص المعين الثاني مثلا سوالي دان وطلعت له هذه الواجهه، ان شاء الله الحلوه بيها انه هذا الشخص اللي يتصفح هذا الشيء اذا اراد يستخدم نفس المتصفح اللي هو مثلا جوجل كروم، لما يجي يريد يشتغل عليه مره ثانيه، يعني لما يجي ينقل هذا الرابط زين راح يطلع لي، راح يطلع لي يقول له انه انت ادخلت اوريدي على هذا السيرفي، فبالتالي ما يحق لك تدخل لانه انت دزيت بعد اجاباتك انتهت الموضوع. بس شنو يقدر مثلا الطالب يدخل على غير متصفح زين، مثلا على سبيل المثال اوبرا او سفاري او موزاريلا او فايرفوكس الى اخره زين، ويدخل مره ثانيه يدز لك الاجوبه زين. شلون انا اتجاوز هذه المساله؟ هسه راح نشوف شلون راح نتجاوز هذه المساله. طبعا راح نرجع الى الصفحه الاولى all surveys. على سبيل المثال انا سابقا مسوي surveys مثلا على سبيل معلومات مشتركي الدوره، داز انا اوريدي هذا اللينك الى اشخاص اللي هم زملائنا اللي اشتركوا هم بمن بهذه الدوره وطلبت من عندهم معلوماتهم، فلاحظ انه 24 شخص اشتركوا بالدوره. مجرد انه اضغط عليه راح اشوف طبعا هذا هنا ايش يطلع لي عندي مثلا هذا هنا الساحه اللي سوينا مثلا الجميل اللي يطلع شنو؟ يقول لي اكسبورت، صدر لي على شكل ملف اكسل. اشكو شخص جاوبك راح تجيك اجابته عليه من عن طريق الاكسل شيت. يعني على سبيل المثال الان انا مسوي سيرفي سابقا معلومات مشتركين الدوره، شوف 24 شخص شارك، مجرد انه الشخص شارك راح يزداد عندك هذا العدد. تقول له اكسبورت صدر لي هذا راح ينزل لك على شكل اكسل فايل. تفتح الاكسل فايل الآن المعلومات، شوف هنا كل شخص أنا طالب من عندهم اسم الثلاثي، جهة الانتساب، إيميل، رقم هاتف، هل أنت مشترك خارجي، لقب العلم، مثلا هاي معلومات معينة أنا طلبتها من عندهم. بالنسبة للتعاريف وإلى آخره اللي سويناها على شكل أسئلة راح يطلع لك هذا الحقل الكبير، لكل مشترك راح يطلع لك حقل كبير وما عندي مشكلة. الشغلة الحلوة مثلا على سبيل المثال سهلنا من دور الأساتذة أعزائي اللي تحصل معلوماتهم. الشغلة الحلوة إنه مثلا على سبيل المثال طالب تزيت له الاسئله وجاوبك مره ثانيه وانت قايل محذر انه يا بيت ترى هذا استخدامه مره واحده لا تدز اكثر من مره. زين اول شيء هنا ايش يعطيني بالسيرفي؟ يعطيني هنا الوقت الدخول ساعه بيه يا يوم زين وديت اند تايم ساعه بيش دخل لي زين ساعه بيش بدا ساعه بيش انتهى.
يعني على سبيل المثال أخ حيدر علي محمد يوم 4/1 بسنة 2019 دخل ساعة بالوحدة و12 دقيقة ظهرا وانتهى 1:14 دقيقة. إذا دخل لي مرة ثانية حيدر ما عسب ورا دقائق دقيقة واحدة راح يطلع لي مرة ثانية اسمه وراح يطلع لي الوقت الدخول ووقت الخروج. زين طيب أنا لما راح يجون ربما ما راح يجون بشكل متسلسل أنا شلون راح أسلسلهم؟ بسيط مجرد أنه تروح على الأداة sort file زين تقول له أريد تصاعدي أو تنازلي على سبيل المثال تقول له custom sort زين يا column عندنا إحنا اللي هو الاسم الثلاثي أجي أختار منه sort file الاسم الثلاثي أقول له من أي إلى Z راح يرتب لهم بشكل أبجدي. أوكي إيش طلع لي؟ طلع لي أسماء أبجدية إبراهيم الكرار إيناس وراء حرف الباء حرف الجيم حرف الحاء حرف الدال وهكذا. إذا أنا مثلا اللي هو مثلا بسام كريم مشترك مثلا مرتين داخل على الموقع ومرتين داز إجابتي إيش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي بسام كريم خير وجوه مرة ثانية بسام كريم خير. كم مرة أنا مشترك راح يطلع اسمي مكرر بس مع ذلك راح أعرف إيش وقت دخل وإيش وقت سلم إجابتي. مثلا على سبيل المثال الطالب دخل لي ساعة مثلاً ب 12 دقيقة زين وبرا نص ساعة زمان دخل مرة ثانية فش راح يطلع لي لما أسوي هاي الفقرة مات السورتينج زين راح يطلع لي اسمه مرتين واحد جوا الثاني زين وراح يعطيني الوقت مات. فكل بساطة ما أتعب نفسي مجرد أحدده أعطيه ديليت راح زين ماكو أي مشكلة زين الأجوبة راح تكون أمامي والشغلة جدا سهلة وبسيطة والموقع أيضا يحفظ لي إياها. طيب هذا الموقع هل هو جيد؟ نعم جدا جيد ولكن هذا الموقع أكو بيه فد ليميتيشن واحدة يعني أكو بيه فد سلبية واحدة فقط. الموقع هذا يوفر لي 350 فرع. يعني شنو 350 فرع؟ يعني مثلا أنت جايب أسئلة مكونة من خمس أسئلة كل سؤال مكون من ثلاث فروع فصار خمسة في ثلاث فروع 15 يعني كل طالب 15 فرع. الموقع هذا ببلاش يشتغل لي على 350 فرع فقط. فبالتالي إذا أرد أقسم 350 فرع تقسيم 15 راح يطلع لي عدد محدود من الطلاب. زين يعني لو فرضنا أنه أنا مسوي سؤالين وكل سؤال بيه خمس فروع فراح يصير كل طالب 10. هو موفر لي هذا الموقع إمكانية التعامل مع 350 فرع فقط فبالتالي كل طالب راح ياخذ 10 فروع يعني 35 طالب يقدر يمتحن بها. زين 35 طالب فقط يقدر يمتحن بها إذا عندي 10 فروع. إذا زادت الفروع بعد خب عدد الطلاب راح يقل أكثر. زين شلون اتجاوز هذه المساله؟ هذا الموقع اذا اريد اتجاوز هذه المساله لازم اسوي له ابجريد. زين لازم اسوي له اشتراك. فالاشتراك هنا أنا طبعا تقدرون طبعا تدخلون وتشوفون انه كيفيه اجراء الاشتراك. الاشتراك هنا حسب ما اتذكر تدفع 19 دولار بالشهر يعطيك 5000 فرع لمده شهر واحد. تدفع مثلا اكثر من 15 دولار اللي هو اعتقد 165 دولار 165 دولار يعطيك unlimited. زين وبالتالي انا اتوقع يعني مثلا على سبيل المثال اذا ارادت كل كليه تشتري حساب واحد زين فهو مناسب يعني كل كليه بحساب واحد وكل الاساتذه يشتغلون بهذا الحساب. مجرد انت عندك يوزر نيم وباسورد والجميع يقدر يدخل بسهوله. يعني هنا لما ندخل على product and prices راح يطلع لي يقول لي هنا يابا اذا تريد البيسك اللي هو الفري اللي هو بلاش انا اوفر لك 350 فرع. اذا تضغط هنا شيء يقول لك every answer question by participant count as an answer يعني كل فرع تجاوبه يعتبر لك فرع. فانا شنو قايل لك 350 فرع. اذا تريد تشترك اشتراك اللي هو من نوع personal 1 month تدفع 19 دولار شهريا يعطيك 5000 فرع. اذا تريد سنوي زين 169 دولار سنويا يعني بالسنه كامله 169 دولار يعطيك unlimited ايش قد ما تريد تضيف زين. طيب يا باني ما عندي فلوس ما اقدر ما دعمتني مثلا المؤسسات اللي اشتغل فيها شلون؟ بسيطه تقدر تسوي اكثر من اكاونت وبالتالي تقدر تسوي اكثر من اكاونت تقدر تسوي اكثر من رابط يعني اكثر من ايميل تدخله هنا زين وتسوي اكاونت جديد و
كل اكونت تعيد مره ثانيه الاسئله وتسويها وتدز. طبعا يعني على سبيل المثال عندك انت مثلا 120 طالب، تسوي مثلا اربع نماذج اسئله باربع اكونتات باربع لينكات مختلفه، يعني كل 25 طالب مثلا او مثلا كل 30 طالب تدز لهم لينك خاص بهم اسئلتهم الخاصه بهم، وراح تجيك الاجوبه بشكل مرتب وتدخل عليها هنا. طيب يابا هذه الشغله تعبانه، انا ما اريد اسوي اكثر من اسئله، اريد اسوي كلهم مثلا اسئله واحده، اقدر اسوي بموقع اخر غير هذا الموقع؟ اي اكو موقع اخر اللي هو الجوجل فورم. الجوجل فورم بعد جيد جدا مثل هذا الموقع، وحتى يوفر اسئله يعني خيارات اجمل، لانه هذا الموقع هنا ما تقدر تحمل به مثلا صوره، ما تقدر تحمل صوره زين ابدا، ما تقدر تحمل به صوره ومثلا اللي هي سؤال الصوره او سؤال الابلود. طيب خلينا نجي نتطرق الى الجوجل فورم ونشوف شنو هذا الموقع. الان اذا ندخل عليه نكتب جوجل، جوجل فورم، مجرد ادخل جوجل فورم راح اضغط على الجوجل فورم مباشرة. انا عندي حساب، ليش؟ لانه انت لما تدخل على الجوجل كروم لازم عندك ايميل داخل من عنده. يعني هنا لما نجي للجوجل نسوي مثلا جوجل، راسا طلع عندي انا هذا الايميل اللي انا مشترك به، هذا ايميلي زين جيميل اللي انا مشترك به، فما يحتاج اصلا حتى اسوي اكونت. ليش؟ لانه راح يجيك على الايميل مربوط اوتوماتيكي. فمجرد انك تكتب google.com forms about راح يطلع لك حسابين، تريد بزنس دوت تريد بيرسونال، قل له اريد بيرسونال فور فري طبعا ببلاش، جو تو جوجل فورم. على سبيل المثال انا مسوي قبل فتره سويت في الاعداد معين من هذا، زين خلينا ندخل عليه نشوفه. هذا هو الاعداد اللي انا مسويه زين، اللي هو تجربه اجراء امتحان الكتروني عبر المنصه جوجل. نسوي الأسئلة مثلا على سبيل المثال هنا نخلي العنوان تجربة إجراء امتحان إلكتروني عبر منصة تختلف عن مودل الجامعة. هذا مجرد أن تضغط عليها تقدر تضيف مثلا، زين تقدر تضيف هنا كاتب هنا رسالة ترحيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه المبادرة التجريبية. خلينا نشوف هذا المثال، خلينا نشوف هذا المثال. الآن أنا مسوي هذا المثال جاهز زين، خلينا نشوف نوع الأسئلة اللي يوفرها والامتيازات اللي يختلف فيها عن الاي سيرفي كرييتر. اذا رحنا على بريفيو راح يطلع لي الان الامتحان اللي هو اللينك، طبعا همات لينك وادز ماكو اي مشكله. الان عندي طلعت للطالب او الشخص اللي انا يعني بتجربه اجراء امتحان الكتروني عبر منصه تختلف عن مودل جامعه الكوفه، هذه الرساله الترحيبيه اللي انا خلها. هنا الطالب لابد انه يخلي ايميل، اي ايميل يخليه، يعني حتى لو كان مثلا ما عنده طالب ايميل، يبدا على سبيل المثال يكتب رقم التليفون مثلا 0781154529 مثلا 6 مثلا، هذا رقم اللي يخلي رقم هاتف الطالب مثلا. بس اذا خلى ايميله بعد افضل، لانه يعني الاستاذ يقدر مثلا يراسله للطالب ويخلي مثلا ات ويخلي مثلا موبايل، يعني فد ايميل عشوائي راندملي، ويخلي دوت كوم يقدر يدخل. اذا ما يخلي ات ودوت وبراه امتداد الكوم او السي او او الى اخره ما يقدر يدخل عنه. راح يعطي نيكست. مجرد انا طبعا مسوي هاي الفورمة سابقا، يعني معاد هاي الاسئله سابقا، مجرد اريد اراوي حضراتكم الاسئله اللي انا مسويها. هنا انا ايش قلت؟ قلت اوكي انه هو احنا نريد نمتحن الطالب، زين شلون انا اتاكد من هويه الطالب؟ ربما اجى طالب امتحن بمكانه. اوكي خلي اسوي فد شغله مرتبه، انه يابا اقول للطالب يرجى من الباحث رفع هويه تعريفيه لغرض التاكد من هويه المشترك. هنا اد فايل، خليه يلتقط صوره لهويته مثلا زين بالموبايل ويرفع لي اياها حتى اتاكد من عنده انه هذا الطالب هو صدق. مجرد انه طبعا عفوا سواء كان من الموبايل داعي يمتحن او كان يمتحن بالحاسبه، مجرد يضغط اد فايل وسلكت فروم يور ديفايس، يختار لي وين هو خالها مثلا زين. على سبيل المثال مثلا اي صوره، خلينا نختار صوره عشوائيه احد الصور اللي موجوده صوره الي شخصيه موجوده في الانترنت، عفوا قلنا مثلا سيف ايمج على سبيل المثال.
ديسك توب سيف. زين فجيت للجوجل هنا الطالب طاب مجرد انه طاق صوره مثلا للهويه مالته حتى اتاكد من عنده انه هذا الطالب صدق هو الداعي يمتحن. هسه اذا ما تريد تخلي هذا الخيار بعد هاي ظلت يمك، اذا تريد تخلي هذا الخيار زين ابو هذا واحد يتاكد انه يصير عنده هويه الطالب او يكتب مثلا سؤال سكيورتي مثلا اسم الطالب رقم هويه الطالب الى اخره. فعلى سبيل المثال هنا انا خالق التقط صوره لهويتك وارفعها من هنا حتى اتاكد انه هذا الطالب هو اللي داعي يمتحن. زين هذا ابسط شيء. حتى قد يسال واحد قد يقول انه يابا خبيط الهويه الواحد داعي يمتحن زين ويقول يابا انه انا هذه هو يمتحن لذاك مكان الطالب. بس هاي مساله الغش اعتقد صعب جدا السيطره عليها. بالموديل اوكي جيد اكو عندنا وقت نقدر يعني نحدد الامتحان بوقت نقدر نجبر الطالب مثلا انه يدخل في وقت معين ولكن حجج الطالب ما تنتهي. يعني الطالب اللي احنا شفناها بالكورس الاول الطالب حضر حشته، الكهرباء انطفى عندي، الانترنت وقف، الموديل جمد الى اخره. فبالتالي انا اريد لي فد شيء رديف زين وبالتالي فد مستمسك حتى باشر اقبى خاف الطالب يقول هاي مثلا مو اجوبتي يابا هذه هويتك موجوده هنا زين. فهنا مثلا يقدر الطالب او على سبيل المثال هنا مو الا يرفع يعني الطالب هويته، قد تريد تسوي له سؤال اسايمنت تقول يابا ارفع لي مثلا بي دي اف او مثلا جوجل عفوا مايكروسوفت وورد مقاله هو مسويها الطالب ويريد يرفعها ويدزها لحضرتك زين. فيقدر عن طريق هذا الخيار انه يضيف هذا خاصيه الاد فايلز وراح يحدد هنا خيار مين يريدها. مثلا على سبيل المثال هذه الصوره اللي انا قلتها مجرد راح يعطيها اوبن راح تبدي تحمل الصوره زين. ورا ما يخلص هذا الشريط راح تقول له مثلا ابلود الان بدات تتحمل الصوره الآن رأساً نزلت الصورة عندي بحيث لما يدز الفورمة بالأخير راح تجيني حتى هاي الصورة. يعني بالتالي يقدر الطالب يرفع لك ملف، يقدر يرفع لك صورة، يقدر يرفع لك أي شيء. هنا اسم الباحث، هنا أنا خالد السؤال مانديتوري إجابة لابد من عدها مثلاً بسام مثلاً رقم السر للباحث هذا مجرد فت يعني فت شيء أنا خليته مجرد إنه إذا مثلاً رقم السر للطالب إلى آخره إذا تريد معلومات زائدة. خلينا نجي نشوف مثلا الأسئلة اللي وفرها عندك. مثلا أسئلة صح وخطأ، مثلا عندك السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة، جميع مجلات سكوبس هي مجلات رصينة وذات سمعة عالية، مثلا قل له خطأ، مثلا جميع أساتذة ينشرون في مجلات رصينة، قل له مثلا صح، جامعة الكوفة هي السباقة في مجال تعليم الدراسة، مثلا قل له صح. على سبيل المثال هذا الآن السؤال الأول اختيارات، يابا انتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني مثلا املأ الفراغات، يخلي للطالب هنا ما هو الاختصاص الدقيق الذي تفضل القيام بتجارب حوله، مثلا يخلي إجابته. لماذا لا يفضل الباحثين النشر في مجلات مفتوحة في جامعة العراق؟ خلي الإجابة. ما هي أهم المعوقات التي تواجه الباحث العلمي في النشر؟ خلي الإجابة إلى آخر. إذن هنا عندي السؤال الثاني من نوع املأ فراغات أقدر أضيف. السؤال الثالث مثلا شرح، هنا الطالب يقدر يخلي لي أي كلمة يريدها مثلا على سبيل المثال أي يعني أي عدد من الكلمات يريدها. مثلا على سبيل المثال آلية أكتب مثلا آلية النشر في مجلات العلمية مثلا وكيف تنشر بحثك في المجلة العلمية. أريد أراويكم أنه كم عدد من الكلمات يقدر يأخذها هذه الإجابة هذا الملف. على سبيل المثال هذه كلها مثلا أجوبة، على سبيل المثال أريد أنسخها كلها وأدزها. او الطالب يريد مثلا يكتب هنا ايش قد يريد يكتب يكتب براحته. على سبيل المثال شوفوا الان هذا كل هالكتابه اقدر اني اضيفها هنا بدون ادنى مشكله زين. وهذا النوع الاخر يعني نوع الشرح يقدر الطالب يختار لي من الخيارات. السؤال الرابع اختار من بين الاقواس زين. ايضا هنا عندنا اسئله نيكست. السؤال الخامس على سبيل المثال هذا السؤال جيد اعتقد يفيد الجميع. مثلا على سبيل المثال اخلي صوره للطالب، بس انا خال صوره سكوبس هنا وخال رقم واحد على هذا الشكل ورقم اثنين على هذا الشكل وقايل للطالب او قايل يعني للباحث مثلا على سبيل المثال الصوره ادناه ملتقطه من موقع سكوبس، بين فوائد الخيارات ازاء الارقام واحد واثنين. هذه الصوره انا اخذتها خليت عليها رقم واحد هنا خليت رقم اثنين هنا وقلت انه يابا شنو فائده هذا الخيار شنو فائده هذا الخيار. يقدر هنا الطالب يضيف لي اجابته على الخيار رقم واحد ويقدر يضيف لي اجابته على الخيار رقم اثنين. بالاخير يقول لي سبمت
لما يجي لي سبميت تجربة إجان your response has been recorded تم إرساله. طيب الآن أنا مسوي الجوجل فورم مالتي الريسبونس هاي هنا الإجابات مجرد إنه أضغط هنا وأنتظر راح تطلع لي إجابات الطلبة وأسمائهم. طبعا شوي شوي يكون ثقيل بالبداية بعدين يبدي يحمل زين. هذه سابقا أنا داخل يعني حاولت إنه أجربه زين فدخلت أكثر من إيميل وأكثر من أسماء وصور هنا وطلعت لي الإجابة. طيب أنا أريد أشوف الإجابة شلون طلعت. مجرد أروح على هذا المربع هنا أضغط عليه لما نضغط عليه راح يطلع لي Excel sheet نفس الحال راح يطلع لي الطالب أو المشترك شو وقت دخل بيا ساعة راح يعطيني إيميل أدريس. إحنا عندنا أول حقل كان إنه يابا ارفع لي الصورة مالتك. فالحلو بيها شنو إنه يعطيك رابط زين يعطيك رابط زين على سبيل المثال أنسى صورة هنا مجرد إنه تضغط على هذه الصورة زين راح يطلع لك الصورة اللي حملتها. طبعا هاي سابقا أنا محمل هالصورة فمجرد إنه تضغط على هذا الرابط راح يفتح لك صفحة ثانية وراح تطلع لك الصورة اللي أنت حملتها مسبقا. على سبيل المثال أنا هاي فتحت صفحة معينة كانت موجودة بالموبايل حاولت إنه أحملها من الموبايل مباشرة وأشوفها زين تطلع له لا. فالحلو بها إنه يطلع لك رابط تضغط على الرابط رأسا راح تفتح لك صفحة ثانية. جيد الآن أسماء اسم الطالب على سبيل المثال هنا مثلا إجاباته على كل سؤال مثل هذا السؤال مجلة رصينة ذات سمعة عالية اختيارات صح وخطأ شنو الإجابة مالته إجت كل الأسئلة مثلا أنا الشرح قلت لكم إنه مثلا اشرح الآلية المتبعة في المجلات المحلية إلى آخره. شوف هنا الحقل هذا كله يحوي على يمن على الشرح اللي أنا دخلته بالحقل أريد تشوف إنه الحقل يحتوي كلمات هواية طلع لي إيه بالفعل يحتوي كلمات هواية زين. وباقي الأسئلة أيضا هنا راح تطلع لي أجوبتها وإلى آخره. فأعتقد فد شيء جدا جميل وجدا مناسب زين. طيب الآن حلو الشرح زين شلون أنا أسوي يابا أنا أسوي هذا الجوجل فورم اللي أنت سويته بدل من الإي سيرفي لأنه أسهل وأجمل حتى أنه شوف الواجهية السؤال حجم الخط الخيار ما ترفع الملف أيضا فد شيء حلو زين ومجاني ومجاني وسهل أيضا. يا بارد أسوي سيرفي أوكي خلينا نشوف الخطوات إنه شلون أسوي سيرفي. مجرد تدخل على جوجل مثل ما قلنا تدخل تكتب جوجل فورم راح يطلع لك أول خيار جوجل فورم free online survey for personal use اضغط عليه يطلع لك هذه الواجهة اختار personal راح يطلع لك هذه الواجهة. الآن هذا هنا السيرفي السابق اللي انت مسوي اذا تريد تضيف سيرفي مجرد تضيف على هذا بلانك اضغط عليه راح يبدي لك هنا السيرفي. تجي هنا تكتب مثلا على سبيل المثال امتحان او كويز او خلينا نكتب الامتحان اليومي زين في المحاضرة الثالثة مثلا سلاش المرحلة الرابعة سلاش مثلا مادة الهندسة الوراثية. هذا هنا شنو هذا عنوان الأسئلة. أول ما راح يفتح الطالب الرابط راح يطلع قباله هذا الشيء زين. هنا عندك ديسكريبشن فد وصف معين مثلا تكتب له عزيز الطالب وقت الامتحان. طبعا هاي ما تكلمنا عنها هسه راح نجي نتكلم عنها انه انا ما اريد اعيفه مفتوح ورا شهر يجي الطالب يدخل ويدز لي اجابته زين وانا صلحت وكملت وارد اغلقه شلون اغلقه هسه راح نشوف شلون راح نغلقه. عزيز الطالب وقت الامتحان مثلا ساعة فقط من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 10 مساء. زين وتحدد له مثلا على سبيل المثال يوم مثلا 2/5/2020 يفتح بيوم 5/2/2020 الى اخره بيوم يعني 2/5/2020 يفتح من الساعه 9 وحتى الساعه 10 مثلا تحدد الايام
كل الوقت، فراح يطلع له هاي الملاحظة. تريد تكبر هذا الخط، بسيطة، مجرد انه ظلله، ادخل هنا العفو ما يتكبر. جيد، الان عندي انا اريد اضيف سؤال. ساني هنا هاي كملت هذا الاجراء، اريد اضيف سؤال، مجرد اضغط هنا راح يطلع لي هذه الصفحة اللي هي الامامنا. شنو تريد نوع السؤال؟ هنا تختار، تريد الشورت انسر، اجابة قصيرة، تريد بارجراف، تريد مالتيبل تشويز، تريد تشيك بوكس، تريد فايل ابلود. مثلا اريد فايل ابلود، على سبيل المثال اقول له فايل ابلود. هسه خلينا نعيدها مرة ثانية. انا هنا اجيت، مجرد اضغط هنا اختار على سبيل المثال فايل ابلود، اقول له كونتينيو، راح يطلع لي هنا هاي الواجهة. شنو تريد؟ تقول له مثلا ارفع مثلا تقريرك او التقرير العلمي المؤلف من 500 كلمة. مثلا انت طالبهم سابقا انه يرفع لك تقرير مؤلف من 500 كلمة. زين، ايش قد تريد حجم الملف بحيث انه الطالب ما يقدر يحمل ملف كبير؟ انه هذه مشكلة، الملف خاف مثلا. تحدد هنا حجم الملف، تريده 1 ميجا، 10 ميجا، 100 ميجا، 1 جيجا، 10 جيجا، 1 ميجا كلش كافي. تريد نوع خاص من الملفات، مثلا شو تريد؟ مثلا بي دي اف تريد الطالب يدز لك اياه، تضغط بي دي اف. تريد دوكيومنت مثلا اللي هو الوورد، مايكروسوفت وورد، اكسل الى اخره. تريد مثلا ايمج يدز لك صور مثلا، اوكي، تحدد بين الخيارات. تريد فيديو، تريد اوديو، شنو النوع تريده؟ وتكتب له مثلا وتعطيه مثلا تعطيه هذا علامة الزائد. انتهى السؤال الأول، انتهى. مثلا هنا تريد تعدله، مجرد تضغط عليه السؤال الأول أو سؤال واحد أو السؤال الأول. زين، تضغط على علامة الزائد معناه أنه add question. لما نضيف add question راح تنتقل إلى إضافة السؤال الثاني. السؤال الثاني راح تنتقل إليه. زين، هسه لما راح تكمل هنا السؤال الاول بعد انتهيت من عنده، تريد ترجع تعدل عليه، مجرد تضغط عليه راح يطلع لك التعديل اللي عليه. تريد تنتقل للسؤال الثاني، تريد تسوي سؤال ثاني، تضغط على اشاره الزائد، تكتب مثلا هنا السؤال الثاني. شنو تريد نوع السؤال؟ مثلا مالتيبل تشويز، شورت انسر، مثلا شورت انسر. مثلا تقول له السؤال الثاني، اشرح طريقه عمل استخلاص البلازميدات المستخدمة في الهندسة الوراثية مثلا. احنا شنو نعطيه؟ شورت انسر. تريد لو باراجراف، تريد يعني كمية كبيرة، يكتب لك مقطع كامل مثلا الطالب، تعطيه مثلا باراجراف. تروح مثلا اد كويشن، سؤال ثاني تريد تضيفه، تضغط على هاي الزائد. تريد تحذف هذا السؤال، تضغط على اشارة التراش، زين، اللي هي سدت القمامة. زين، تريد تضيف سؤال ثاني؟ لا، تروح تنتقل مباشرة على الزائد، تختار الدور سؤال ثاني. فصار عندنا، صار عندك السؤال الأول، السؤال الثاني. طيب، أريد أسوي سؤال فراغات بحيث الطالب ما ينتقل من صفحة إلى صفحة، أقدر أسوي؟ إيه تقدر. تكتب مثلا السؤال الثالث، املأ الفراغات. زين، وش تعطي؟ شورت انسر. طلع لك هنا السؤال الثالث، املا الفراغات. عفوا، شورت انسر. هذني هسه طبعا هذني كلهن راح يصيرن، ذني كلهن راح يصيرن بصفحه واحده. تريد تسوي صفحه ثانيه، شو تسوي؟ تضيف من هنا اد سكشن. لما نضيف اد سكشن طلع لك سكشن 2. فبالتالي تذني السؤال الاول والسؤال الثاني، زين، كله راح يطلعن بورقه واحده. فبالتالي اذا تريد تسوي مثلا هنا السؤال املا الفراغات مثلا على سبيل المثال، تقدر تكتب هنا مثلا السؤال الثاني مثلا املا الفراغات، او العفو مثلا خلينا نحذف هذا الشيء. السؤال عندنا اساس، السؤال الاول هو شنو؟ انه يرفع لك الطالب التقرير. تريد تضيف سؤال ثاني، زين، هذا السؤال الاول ارفع التقرير العلمي. تريد تضيف سؤال ثاني، ضيف اد سكشن، راح يطلع لك سكشن ثاني.
تكتب هنا بالسكشن الثاني مثلا السؤال الثاني مثلا املأ الفراغات التالية مثلا هنا question اللي تريد تضيفه مثلا سؤال أو واحد اعتبر هذا سؤال واحد مثلا تتكون أو يحتوي البلازميد دائما على جين فراغ مثلا هنا تقول له مثلا مثلا multiple choice تريد تضيفه على جين على فراغ يعطي الخلية المهندسة وراثيا القابلية على مقاومة المضاد الحيوي مثلا تنتقل للأوبشن تريد تعطي خيارات لأن احنا قلنا شنو multiple choice تعطي مثلا تقول له جين مقاومة مقاومة الانتيبايتك مثلا تريد تعطي بعد خيار ثاني قل له مثلا مجرد تضغط add option راح يطلع لك هنا option option 2 مثلا تقول له مثلا مقاومة مثلا جين مثلا تريد تغلط الطالب مثلا تقول له جين التضاعف إجابة خاطئة أكيد يعني هو جين مقاومة انتباهتي مثلا تقول له جين مثلا هضم اللاكتوز مثلا وهذا عندنا شنو النقطة الأولى تريد تنتقل له تضيف له بعد سؤال ثاني بنفس الصفحة زين تعطي منه علامة الزائد بس هذا رقم واحد تعطي رقم اثنين مثلا تقول له مثلا شنو تريد على سبيل المثال أي نوع فراغات وتعطي أيضا خيارات من هنا وتقدر تضيف له تريد تنتقل إلى سؤال نوع ثالث مثلا تقول له على هذه add section تعطي مثلا السؤال الثالث شنو تريد نوع السؤال إجابة قصيرة إجابة مختصرة تختار منها نوع السؤال اللي تريده زين سواء كان short answer paragraph multiple choice file upload اختيار من متعدد زين matrices إلى آخره آخر شيء لما كملت زين لما كملت مجرد تضغط preview راح يطلع لك هنا مباشرة الشخص الامتحان شلون راح يطلع للطالب الامتحان اليومي في المحاضرة الرابعة مادة هندسة وراثية عجز الطالب وقت الامتحان كذا عدى أول سؤال السؤال الأول أرفع التقرير يقدر يضغط على add file يقدر يختار هنا من الحاسبة مالته على سبيل المثال هذا PDF الآن راح أرفعه يقول له upload رأسا رفع PDF ورفع PDF انتقل إلى السؤال الثاني مثلا يحتوي بلازميد يختار مثلا منه هذا السؤال الثاني مثلا يختار منه يقول له السؤال الثالث option ما أنا ما مسوي بعد أسئلة آخر شيء مثلا ينتقل عبر الأسئلة كلها آخر شيء يقول لك بالنهاية submit لما يسوي submit ويخلص طالب رأسا يقول له your response has been recorded راح تجيني الريسبونس مالته عن طريق الريسبونسز يعني زين زين انا هسه ما اعرف شلون ارجع له ما اعرف شلون ارجع مجرد بس تكتب حتى لو بالغلط مثلا طفت حاسبي راحت كل شيء شلون هذا الشغل راح اني لا ما راح مجرد تدخل جوجل فورم راح تلقى الشغل مالتك كله موجود انحفظ حتى بدون ما تطي التحفظ تدخل على جوجل فورم تدخل على بيرسونال هذا يا شغلك انا مجرد راح ادخل على هذا الشغل مالتي لانه هو اوتو سيفد يعني الشغله الحلوه فيه انه مباشره هو يحفظ لي راسا دخلت للامتحان اللي انا عديته زين اريد ادز الرابط الان للطلاب مجرد هنا تقول له سيند لما تختار سيند شي يقول لك تريد تدزه بايميل إذا بإيميل تكتب الإيميل اللي تريده مثلا أريد أدزه مثلا زميل معين هذا السيرفي أريد أدزه لزملاء معينين أقدر أخلي هنا مليون إيميل مجرد أسوي لهم كوبي بيست أخليه هنا كوبي بيست واحدة راح تصير وأقول له سين أو لا مثلا ما أريد إيميل أريد الرابط أحصله هذا هو الرابط مجرد نسخة يا بعد الرابط طويل كلش قل له شورت يو آر آل طلع لك هذا الرابط قل له كوبي
روح على اي مكان تدز هذا الرابط راح يفتح لك فورمة الامتحان مباشرة. لما يجاوب الطالب ويخلص تروح للريسبونس، هنا راح يطلع لك اسماء الطلاب واجاباتهم، تروح على هاي كلمة الزائد انه هذا ما حد مجاوبه، لذلك ما راح يطلع لي اجابه. تروح على الريسبونس، شوي خلينا ننتظر يحمل. تروح على الريسبونس هنا اللي يصير كف، تضغط على اشاره الزائد. مجرد ما ضغطت على اشاره الزائد راح تطلع لك اياها على شكل اكسل شيت. يا هذا اكسل شيت موجود بالاونلاين، انا اريد انزل على الحاسبه، بسيطه تقول له فايل، بعد فايل تختار امبورت استيراد، فايل يكون اكسبورت مو امبورت. هاي هنا تقدر تدزها بالايميل اذا سويت الشير. داونلود العفو، تختار من فايل تختار داونلود، تقول له اكس ال اس اللي هو مايكروسوفت اكسل، راح ينزل لك مباشره بالحاسبه، راح تنزل لك الاجوبه حتى الرابط هنا. هذا الرابط هسه احنا قبل شويه مو حملنا هذا هنا الصوره مالتي، شوفوا هنا مجرد انه اضغط عليه هذا الرابط راح يودينا على صفحه ثانيه، راح يسوي يطلع لي صورتي هنا اللي انا رفعتها بالبدايه قبل شوي ورويتكم شلون رفعتها، رفع لي الصوره مالتي، وهنا طلع لي الاجابات مالت الطلاب كلها زين، وشغله مرتبه كل طالب وحقله. هسه تريد تنقلها تسوي لها كوبي بيست، شو وقت دخل الطالب، شنو الايميل مالته الى اخره. زين يابا اني هذا ما اريد انا اعيفه مفتوح لمده ساعه وساعتين وثلاث ساعات وشهر كامل، اريد نص ساعه زمان واسده، مجرد تجي للكوشن مالك هذا مو دخلت عليه من هذه الصفحه، وتروح على الريسبونس عندك هنا اكسبت ريسبونس، حولها الى تطبيق، شوف هذا الاثنين بعد اي شخص يدخل على الرابط اللي انت ما راح يشتغل عنده. حقيقه اعتقد انه هذا الفيديو يعني اتمنى انه يكون مفيد لحضراتكم، لانه يوفر طريقه اسهل من المودل كثير. ليش اسهل من المودل؟ اول شيء راح يحفظ لك الفايل مالتك بالجوجل مالتك، اي حاسبه تقدر تدخل بيها، مجرد لينك تدزه للطلاب، ما يحتاج انه الطالب يدخل مره ثانيه ويوزر نيم وباسورد ودكتور المودل وقف عدي وجمد وما جاوبت والوقت ما كفى والوقت قام العداد يعد واني ما قدرت. الى حد ما اعتقد انه همات هذه فد وسيله رديفه في حال انه واجهنا مشكله بالمودل الجامعي. اتمنى ان حضراتكم انه استفدتوا من هذا الفيديو. بالنهايه اسال الله عز وجل لكم لعوائلكم ان يحفظكم من شر كل بلاء. أنا محدثكم دكتور بسام شيروزة، أسألكم الدعاء لي ولوالدي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.